السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين الأخيار المنتجبين. قال ربنا في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بهذه الآية وبما تتضمنه هذه الآية من أهداف الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وآله، جاء الإسلام ليوحد البشرية كلها. إن الذي يوحد البشرية هو العدل والإحسان والقيم العليا التي تتفق عليها كل الأديان، بل وكل الاتجاهات الفكرية البشرية التي تنبع من فطرة الإنسان ومن ضمير الإنسان الصافي الطاهر النزيه. هذه هي رسالة الإسلام، وهي رسالة التوحيد ورسالة الوحدة، ليس بين المسلمين فحسب، وإنما ندعو إلى وحدة المسلمين لأنهم هم الأكثر استهدافا في دينهم وفي وحدتهم وفي بلدانهم وفي ثروتهم وفي غذائهم وفي ثقافتهم وفي كل شيء يمسهم. الذي ندعو إليه ليس وحدة المسلمين فحسب، بل ندعو إلى أن تتوحد البشرية كلها، ولكن أن تتوحد لابد أن يكون لهذه الوحدة هدف سام. هذا الهدف السام هو إقرار العدل في الأرض ومواجهة الظلم الذي بدأ يعم البشرية كلها. إننا نجد أنفسنا أمام خطر عالمي يهدد سلم الأرض ويهدد السلام في جميع المجتمعات البشرية اليوم. هذا الخطر خطر هيمنة الاستكبار الظالم الذي لا يرحم شعبا ولا يرحم فكرا ولا يرعى قيمة ولا يرى لنفس الإنسان قيمة مطلقة. هذه الظاهرة التي نواجهها اليوم ظاهرة جديدة على المجتمعات البشرية، لم يعرفها التاريخ البشري من قبل، أن تنبثق قوة كبرى تتسلح بأخطر أسلحة الفتك والدمار الشامل، قوة كبرى تملك من قوى الفتك والدمار ما لا يعد ولا يحصى. هذه القوة لا ترعى للبشرية قيمة ولا ذماما، ولا ترى للإنسان ولحياة الإنسان قيمة. يسيطر على هذه القوة الكبرى الخطرة مجموعة صغيرة من أصحاب الثروات التي تلتهم كل ثروات العالم، ولا تريد أن يبقى أي اقتصاد في هذا العالم إلا تحت قبضتها، ولا تريد أن تبقى سياسة في هذا العالم إلا تحت إرادتها، ولا تريد أن تبقى ثقافة في هذا العالم
إلا وفقا لمعاييرها وموازينها. هذا الخطر العظيم الذي يهدد العالم وخطر يجب أن يهتم به المصلحون في شرق الأرض وغربها، ليس خطرا يهددنا نحن في منطقة الشرق الأوسط فحسب. منطقة الشرق الأوسط لأنها منطقة ثرية بالمال، ولأنها منطقة استراتيجية سياسيا، هي الهدف الأول لهذه القوة الكبرى الخطرة، الخطرة على مستقبل الأرض والخطرة على مستقبل السلام في المجتمعات البشرية كلها. من مظاهر هذا الخطر الذي يهدد العالم اليوم ما نشهده في اليمن، ما نشهده في العراق، ما نشهده في سوريا، ما نشهده في فلسطين، ما نشهده في ليبيا، ونشهده في مختلف مناطق العالم الأخرى. أسألكم وأسأل ضمير البشرية اليوم، ما ذنب أطفال اليمن اليوم الذين يموتون من وباء الكوليرا؟ أين ذهبت ضمائر البشرية؟ أين ذهبت مؤسسات حقوق الإنسان؟ في كل يوم يموت العشرات من أطفال اليمن ولا من صوت يدافع عن حقوقهم. ما ذنب شعب اليمن والحصار مفروض عليهم برا وبحرا وجوا وفي غذائهم وفي دوائهم وفي حياتهم؟ وليس هذا فحسب، بل ويرمون بالقنابل التي تفتك وتقتل ولا ترحم صغيرا ولا كبيرا. ما ذنب هذا الشعب؟ كلنا رأينا قبل سنين كيف قتل محمد الدرة، وبأيدي من قتل هذا الطفل الصغير المظلوم؟ ومن يقتل الأطفال الفلسطينيين كل يوم؟ ومن هو الذي لا يرحم شبابهم ولا يرحم شيوخهم ولا يرحم أطفالهم ولا يرحم نساءهم؟ أين وطن الفلسطينيين؟ نسأل العالم، أين وطن هؤلاء؟ هل إن الفلسطينيين شعب يستحق أن يكون صاحب أرض؟ أين أرض فلسطين؟ هل إن الفلسطينيين بشر لهم حقوق؟ أين حقوق الفلسطينيين؟ هل إن أطفال الفلسطينيين بشر يستحقون الحياة؟ أين ذلك الذي يدافع عن حقهم في الحياة؟ ونسأل عن سوريا، ما ذنب شعب سوريا حتى تملأ الأرض السورية بالفئات الانتحارية التي لا ترعى قيمة ولا ترعى حقا؟ من أين جاءت هذه الفئات الإرهابية التي لا تقتل البشر فحسب، بل وتشق صدره وتأخذ كبد هذا الإنسان المقتول الميت وتأكل هذا الكبد؟ ما هذا الذنب؟ ما ذنب هذا الشعب؟ إذا كان هذا الذي يقاتل في سوريا يقاتل الشعب السوري، يقاتل النظام السوري لأن النظام السوري يحمي الشعب السوري ويقيم النظم في هذا البلد. نحن نختلف مع النظام السوري في الكثير من الآراء، ولكن الشعب السوري بحاجة إلى نظام يحكمه ويحميه ويقر الأمن فيه ويحقق حقوقه. وكان الشعب السوري يعيش قبل هذه الأحداث في سلام، كان أولئك الذين يحبون السلام ويريدون أن يقضوا أحسن أوقاتهم كانوا يمضون إلى سوريا
ليمضوا في سوريا أوقات راحتهم. حكام الخليج اليوم الذين رعوا الإرهاب والإرهاب في سوريا هم الذين كانوا يمضون أيام صيفهم واستجمامهم في سوريا الآمنة التي كانت آمنة بأحسن ما يكون. من الذي فقد وأخذ من هذا الشعب وأفقده أمنه وأمانه وجعله يعاني اليوم من كل شيء؟ لماذا الحصار على شعب سوريا؟ لماذا الحصار على شعب غزة؟ ما ذنب الذين يعيشون في غزة؟ الغزة أرض من؟ أرض الفلسطينيين. أناس يريدون أن يعيشوا على أرضهم، لماذا يحاصرون؟ لماذا يحرمون من كل شيء؟ لماذا تأتي الولايات المتحدة ويأتي رؤساؤها ويعلنون على الإعلام الرسمي أننا نحن الذين أسسنا داعش، ويأتي زعماء الولايات المتحدة وكل منهم يتهم الآخر بأنهم هم رعاة الإرهاب والإرعاب والقتل والتدمير في منطقتنا؟ والولايات المتحدة قوة كبرى. ألا يمكن للولايات المتحدة أن تتحول إلى عامل سلم وسلام في العالم بدل أن تكون عامل حرب وعامل دمار؟ ما الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة؟ بلد كبير لها من الثروة ما يكفيها ولها من القوة ما يكفيها، فلتجلس في مكانها ولتبقي باخراتها على حدودها. ما تفعل باخرات الولايات المتحدة في الخليج الفارسي وفي الشرق الأدنى وعند الكوريين وعند اليابانيين وعند الصينيين، وتهدد الشرق والغرب والمنطقة كلها والعالم كله؟ ما هذا الذي نجده اليوم في عالمنا اليوم الذي نعيشه؟ أليس هذا يحتاج إلى حل؟ ألا ينبغي لأصحاب الضمير ولأصحاب العقول الحكيمة أن يفكروا لهذا الخطر الذي يهددهم جميعا وليس يهددنا في المنطقة التي نعيشها فحسب؟ ليس هذا الخطر يهدد منطقة الشرق الأوسط كما يقال فحسب، وإنما يهدد العالم كله. على المستوى السياسي سلبت حقوق البشرية، حقوق المجتمعات أن تستقل في سياستها. كل حكومة وكل دولة أرادت أن تقرر لنفسها حقها وحق مصيرها حوربت وحوصرت. وأما الدول التي استسلمت للولايات المتحدة وللاستكبار الذي يحكمها فهي تعيش في ظل هذا الاستكبار الذي ينهبها. ألسنا كلنا سمعنا ورأينا كيف أن الولايات المتحدة ابتزت الولايات السعودية في سفرة واحدة لرئيسها 460 مليار دولار، المبلغ الذي يكفي لإعمار منطقة الشرق الأوسط كله من شرقه إلى غربه. بأي حق ابتزت الولايات المتحدة هذا المال؟ هذا المال مالنا، ليس مال السعودية أبدا. هذا المال مال شعوب المنطقة وحقها. لا نريد سلاحا من الولايات المتحدة لكي يفتك بنا هذا السلاح. تأخذون منا الأموال وتعطون السلاح ثم تثيرون بعضنا على بعض وتثيرون الحروب لكي تبيع السلاح لأهل المنطقة هذه. أي ظلم من هذا؟ هل هنالك ظلم أشد من هذا الظلم؟ هل هنالك سارق
أظلم من هذا السارق، يبتزك مالك ثم يقتلك ويقتل أخاك ويقتل أهلك. أليس هذا الظلم الذي نجده في العالم بحاجة إلى أصوات؟ الإعلاميون، المفكرون، الجامعيون فليفكروا لمستقبل هذه البشرية التي تواجه أخطر ما يكون. فرضت على البشرية سياسة واحدة، ولا يحق لأي دولة أن تتبع سياسة أخرى. فرضت على البشرية مؤسسات اقتصادية باسم العولمة الاقتصادية، وحرم على المجتمعات أن تعمل إلا في ضمن هذه العولمة الاقتصادية. والعولمة الاقتصادية أداة لمحاربة الشعوب حتى في خبزها، حتى في خبزها. لا يجوز للجمهورية الإسلامية أن تنقل دولارا من خارجها إلى داخلها حتى إن باعت نفطها. لماذا؟ لوجود هيمنة اقتصادية وعولمة اقتصادية وشبكة اقتصادية محكمة على البنوك كلها. البنوك في العالم إنما تعمل وفق سياسة الولايات المتحدة، ولا يحق لأي بنك أن يخرج من هذه السياسة. هل هنالك خطر على العالم أخطر من هذا الشيء؟ تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها حتى اليوم وكله تاريخ حروب، تاريخ اعتداء على الشعوب. من الذي اعتدى على الولايات المتحدة طيلة هذه السنين التي يرويها التاريخ لنا؟ أمريكا لم تواجه أي اعتداء. لا يحكي لنا التاريخ أن الولايات المتحدة هجمت عليها دولة من خارجها، ولكنها هي التي هجمت وشاركت في كل حرب، شاركت في كل حرب، لها يد في كل قتل وفي كل دم يراق، ولها يد في كل حرب يثار أو تثار في منطقتنا وفي العالم كله. احذفوا اسم الولايات المتحدة، احذفوها حتى ترون أن العالم كله يمكن أن يعيش في سلام. المشكلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يمكن حلها لولا تدخل الولايات المتحدة. المشكلة بين الصين واليابان قابلة للحل لولا تدخل الولايات المتحدة. المشكلة بين دول الشرق والغرب يمكن أن تحل لولا الولايات المتحدة. المشكلة بين الشمال والجنوب في دول العالم يمكن أن تحل لولا الولايات المتحدة. المشكلة في أمريكا الجنوبية وفي بعض بلدانها تحل لولا أمريكا الشمالية ولولا الولايات المتحدة. أليس هذا ينبغي أن يوضع له حد؟ نحن من هنا ومن هذا المنبر ومن هذا البلد الذي يضرب به المثل ويستحق أن يضرب به المثل للسلام وللتعايش السلمي ولتعايش الأديان، وإنما اخترناها واختارها أهلها طبعا لإقامة هذا المؤتمر المبارك، لأن أرض البرازيل أرض تحتضن السلام وتحتضن العدل. وينبغي أن نبارك لأهل البرازيل أنهم استطاعوا أن يقروا هذا الأمن حتى يأتي طلاب للأمن وطلاب السلام إلى أرضهم لكي يدعوا إلى السلام وينطلقوا من هذه الأرض للدعوة إلى السلام وللدعوة إلى الأمن. فهنيئا لشعب البرازيل، وهنيئا وسلاما وشكرا لحكومة البرازيل ولمؤسسات البرازيل. نقدرهم ونشكرهم ونسأل الله لهم كل التوفيق. هناك أدوات استخدمتها الولايات المتحدة والاستكبار الذي يفرض سيطرته الظالم على الأرض، هناك أدوات استخدمتها لفرض هذه الهيمنة.
أولا إثارة الفتن بين الشعوب. العراق كان شعبا واحدا منذ أن عرفنا العراق، كلكم عرف العراق ويعرف تاريخ العراق، كان شعبا واحدا، كرده وعربه وسنته وشيعته. حكى لي أخ عراقي قال: كنا نعيش نحن شيعة وسنة ولا نعرف أن أينا شيعي وأينا سني. يقول: لم نكن قد سمعنا بمصطلح الشيعة والسنة حتى جاءت إلينا الولايات المتحدة فعرفتنا أن هذا سني وذاك شيعي، وأن هذا يريد أن يقتل ذاك، وأن هذا يريد أن يقتل هذا. الولايات المتحدة هي التي أثارت فتنة الشيعة والسنة في العراق، وإلا قبل دخول الولايات المتحدة لم تكن هناك حرب شيعية سنية. الشعب العراقي بكرده وبعربه وبسنته وبشيعته كان شعبا موحدا. كانت سوريا على مدى التاريخ، مدى التاريخ الذي نعرفه وتعرفونه، كانت سوريا أرضا واحدة، وكانت سوريا شعبا، وكان شعبها شعبا موحدا. متى نشأت الحروب بين شعب واحد وبين أبناء شعب واحد وبين أبناء أمة واحدة؟ جاء حينما أطلت الولايات المتحدة بظلها الأسود على هذا الشعب وعلى هذه الأرض، وتدخلت عملاؤها والحكام الذين يعملون لصالحها لكي يمزقوا سوريا ولكي يحول الشعب السوري إلى شعب متقاتل. الشعب السوري كان شعبا سالما وسليما وآمنا ومؤمنا على مدى التاريخ الذي نعرفه والذي عشناه، وإذا بهذا الشعب يستهدف في كل مقومات وجوده، في كل مقومات وجوده. الشعب اللبناني، ما ذنب حزب الله حتى ترمونه بالإرهاب؟ ما الذي فعله حزب الله؟ هل من الذنب أن تقاتل مجموعة لتحرير أرضها؟ هل إن حزب الله احتلت من إسرائيل أرضا، أو أن إسرائيل هي التي هجمت على لبنان واحتلت أرض حزب الله وأرض لبنان؟ من الذي احتل من؟ من الذي هجب على من؟ من الذي قتل نساء اللبنانيين؟ من الذي أوجد مذبحة قانا؟ حزب الله أو إسرائيل؟ هل من الذنب أن تنبثق مجموعة باسم حزب الله؟ لا ذنب لها إلا أنها تقول ربنا الله، إلا أنها تقول أنني أريد أن أعيش بحرية على أرضي. ثم يعتبر هذا الحزب حزبا إرهابيا، وأما أولئك الذين يقتلون وينهبون ويلقون القنابل العنقودية على شعب يمن وعلى الشعوب الأخرى لا يعدون إرهابيين. أولئك الذين يلقون القنابل العنقودية على الشعب الفلسطيني لا يعدون إرهابيين. الذين يقتلون محمد الدرة وأمثال محمد الدرة العشرات والمئات والألوف لا يعدون إرهابيين، ولكن حماسا تعد إرهابيا. لماذا؟ لأن حماس تريد أن تدافع عن نفسها وعن أرضها. نسأل العالم ونطالب عقلاء العالم وحكماء العالم وأصحاب الضمائر من العالم: يا عالم، أين أرض فلسطين؟ أين تلك المنطقة التي لا بد للشعب الفلسطيني أن يعيش فيها؟ وهل للشعب الفلسطيني أن يدافع عن هذه الأرض التي هي أرض آبائه وأجداده؟
المسجد الأقصى اليوم يعاني من أي شيء؟ من الذي يمنع المصلين عن اقتراب المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى مسجد مقدس، المعابد تقدس، أين حقوق الإنسان؟ أين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن الأديان محترمة وعلى أن المساجد والمعابد محترمة لا ينبغي أن يهتك حرمتها؟ كيف اليوم تهتك حرمة المسجد الأقصى ويمنع أصحاب المسجد الأقصى من أن يصلوا فيها؟ هل الصلاة في المسجد الأقصى إرهاب؟ أين الضمائر الحية؟ أين العقول التي تفكر في مصلحة الإنسان؟ ما ذنب الفلسطينيين إذا أرادوا أن يصلوا في مسجدهم فيمنعون؟ ليس يمنعون فحسب، بل يقتلون. في هذه الأيام الأخيرة، في العشرة أيام الأخيرة، قتل من الفلسطينيين وجرح منهم مئات، لا لذنب إلا لأنهم يريدون أن يصلوا بحرية في مسجدهم. أين تلك الحناجر التي تدافع عن حقوق الإنسان؟ أين تلك المؤسسات التي ترفع أصواتها إذا جرح إسرائيلي أثناء الدفاع الفلسطيني عن نفسه؟ وإذا بكثير من هذه المؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان تنادي وويلاه. نحن هنا، من هنا ومن هذا المنبر، نخاطب الضمائر الحية. لا نريد أن نفرض شيئا على أحد، لا نريد أن نفرض عقيدة على أحد، لا نريد أن نفرض أي شيء، وإنما ننادي وننادي بصرخة استصراخ. هذه الصرخة ليست صرختنا فحسب، هي صرخة المظلومين، هي صرخة المحرومين، هي صرخة الذين حرموا عن حقوقهم وعن أبسط حقوقهم. ليس للشعب البحريني، ليس له ذنب إلا أنه يريد أن يشارك مشاركة وفق كل موازين الحقوق الموجودة في العالم. ماذا يقول ثوار البحرين؟ ما هي مقولتهم؟ يقولون: دعونا، ائذنوا لنا أيها الحكام، يا حاكم البحرين، ائذن لنا بأن يكون لنا مساهمة في إقرار دستور. نريد دستور. الشعب البحريني لا يطالب بشيء إلا بدستور يشارك الشعب في إقراره. هؤلاء الثوار في البحرين الذين يقتلون ويسجنون لا يريدون، لا يقولون نريد أن نقلب نظام الحكم، يقولون نريد أن يحكمنا دستور، نريد أن يحكمنا قانون. فيحاربون في خبزهم ويقتلون ويسجنون. الآن أين أحرار البحرين؟ كلهم في السجون. مئات الشخصيات البحرينية الآن في السجون، لا لشيء إلا لأنهم يقولون نريد دستورا، لا نريد شيئا أكثر من هذا، ونريد مشاركة في الانتخابات وأن يكون لكل إنسان بحريني حق رأي واحد. هذا الذي يطالبون به. وإذا بهم يردون في كل هذه المطالبات بالقمع وبالحديد وبالنار وبالسجون وبالتعذيب. كم من البحرينيين المظلومين الذين قتلوا تحت التعذيب؟ كان لي صديق في البحرين بائع كتب، وكنت في سفر إلى البحرين، استضافني في بيته
وإذا بنا سمعنا أنه يسجن. بايع كتب وليس سياسيا أبدا، وإنما ذنبه أن الحكومة تظن أنه مع الثوار الذين يطالبون بحقوقهم. أخذوه، سجنوه، عذبوه، لم يمكث في السجن إلا 3 أيام حتى أخرجوه ميتا معذبا مقتولا. وكم من هؤلاء كم أمثال هؤلاء الذين قتلوا في سجون البحرين وليس هنالك من ينادي بحقوقهم. الذي نريد أن نقوله، نريد أن نخاطب من هذا المنبر ضمائر الناس، نريد أن نخاطب عقول البشرية، عقول العقلاء، الحكام، الشعوب، أصحاب الضمائر الحية، أن هذا البلاء الذي عم منطقتنا سوف يعم كل المناطق لو لم نقف يدا واحدة لمعالجته. ولا ندعو إلى حرب، نحن ندعو إلى الكلمة الصادقة، نحن ندعو إلى اليد الواحدة، نحن ندعو إلى الموقف الموحد. نحن نرى أن حكماء البشرية وأن عقول البشرية وأن المخلصين وأصحاب الضمائر لو اتحدت كلمتهم في الدفاع عن الحق والدفاع عن العدل لاستطاعوا أن يحكموا العدل، واستطاعوا أن يغلبوا هذه التيارات المنحرفة المتطرفة الإرهابية، سواء كانت إرهاب الحكم أو إرهاب الجماعات المتطرفة. نحن ندعو إلى وقفة واحدة، نحن ندعو إلى كلمة واحدة، نحن ندعو إلى موقف موحد من قبل كل أولئك الذين يشعرون أن هنالك ظلما يحل بإخوانهم في منطقتنا، وليس بإخوانهم في منطقتنا فحسب بل وفي غيرها من المناطق. حتى الإرهاب الذي مس فرنسا والذي مس إنجلترا والذي مس بلجيكا والذي يمكن أن يمس أي منطقة أخرى، حتى هذا الإرهاب إنما هو وليد هذا الظلم الذي يحكم العالم. لا أريد أن أتعبكم بأكثر من هذا. ألخص كلمتي أننا من هذا المنبر ندعو إلى كلمة موحدة، إلى موقف موحد لكل أولئك الذين لهم ضمائر حية، ولكل أولئك الذين يدافعون عن حقوق البشرية، ولكل أولئك الذين يحبون العدل ويحبون السلام ويحبون الخير للبشرية كلها. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.